مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع. هتعذروني شوية شوية الحلقات دي على موضوع صوتي، يعني بتحصل. المهم نكمل. الأسبوع اللي فات ختمنا كل التراث في مسألة قراءته وتفسيره لحديث ناقصة عقل ودين، وقلت لكم ليه احنا بنقرأ بعد ما قدمنا خلاص فكرتنا، عشان نعرف الأوائل اللي تلقوا الحديث كانوا شايفينه أولا إزاي، هم ناقصين والحاجات اللي انتوا عارفينها. اتنين، وده الأهم بقى، عشان كده أنا بدأت بيه قبل ما نجيب المعاصرين، عشان نعرف الخطاب اللي بيخش دماغنا ودماغ أجيال قبلنا ودماغ أولادنا، الرسمة دي بتعمل إزاي. فوريتكم قد إيه الجدية والشدة والحزم والغلظة في تفسيرهم أو أخذوهم مأخذ الحديث من أول اسم الباب الذي خرج فيه الحديث في البخاري ومسلم. وأنا جبت لكم شرح ابن حجر للبخاري وشرح النووي لمسلم اللي معنا بقى الأسبوع اللي فات، وإن هم ما شافوش لحظة خلال عشرات القرون إن الرسول كان بيمزح أبدا، ولا بيمازحهم ولا بيتباسط، ولا على رأي اللي أنا قلت لكم عليه ده بيدلعهم، مفيش كلام ده خالص. مش قصدي كده أنا إثبات الحديث، قصدي أن نفيه، لأن ده يؤكد أن الرسول لم يقل هذا الحديث. لكن الأوائل عشان كانوا أوضح على فكرة، فرحوا قايلين هو الحديث جد جدا وهما أكتر أهل النار. بمناسبة اللي بيقول أن الحديث كمان مزاح، أنا قلت لكم مفيش مزاح في النار والجنة، وفي عشرات الأحاديث في البخاري ومسلم بتقول نفس المعنى، أن النساء أكثر أهل النار. بمناسبة كلهم ضعفاء، ده كده قولا واحد. وأنا قلت ليه، جبت بقى قرآن وسنة وإن مفيش حد يدخل النار بالنوع بتاعه ذكر ولا أنثى، مفيش الكلام ده الرسول ما قالوش. نرجع لموضوعنا. فالأوائل كانوا أوضح لما شافوا أو صح عندهم الحديث وشافوا إنه في تبشير بالنار والجنة وكلام كبير، فقالوا لا ده حديث جد، مالكوا في إيه، وبيبشرهم بالنار وهم رايحينها، وهم ناقصات عقل فعلا وناقصات دين فعلا، ويكفرنا العشير وهيروحوا النار والدنيا تمام. طبعا عشان هو صح عندهم الحديث، عندنا احنا اسلام واللي بيصدقوه او اي حد تنويري له وجهة نظر في الحديث لا يصح، عادي جدا خلاص. وانا بقول لكم بالدليل مش بالهوى، انا عملت بقى اسبوعين في الأدلة. لكن المعاصرين بقى النهاردة قرر، بصوا بقى ألف اسمعوا دي عشان دي هتتبني على اللي قلناه الأسبوع اللي فات برضو في بداية الحلقات، لا اللي قبله، لما قلت لكم أزمة الفكر المعاصر من ناحية البهتان. المعاصرين بقى بيعملوا إيه؟ هكمل على أنا بنيته للي شاف الحلقات. البهتان أو البهت زي ما أنا سميتهم، القوم البهت، ليه بيعملوا كده؟ لأن هو بيقول لك إيه؟ هو تفاجئ أن الحياة الإنسانية تطورت، وإن العقل العربي صحي، وأن المرأة أصبحت إنسان له صوت يعترض به، وأن المؤمن أصبح أكثر تعقلا، مش مسلم إيديه وعينيه ومغمض يا حرام للسادة الكبار بيقولوا اسمع يا ولد إحنا فهمنا لك يا ولد، إحنا بنقولك الحديث صح يا ولد، خلصنا ده من زمان. فلقوا الحاجات دي بتطلع من أول ستينات القرن الماضي، الفترة الذهبية للعقل العربي، والنقاشات بقى كانت طلعت وكده. فقال لك نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه. طبعا بعديها بشويه الساده الافاضل اللي كانوا موجودين ساعتها، زي ما اديتكم مثلا من اسبوعين بالشيخ ابو زهره، ما كانش عنده اي مشكله يقول يا ابني ده حديث احاد ولا يقام عليه شيء، يلا. فالموضوع يعني اقرب ان هو يقول انه حديث ضعيف في البخاري وفي مسلم، حديث ضعيف. وعلى فكره هو الشيخ ابو زهره ضعف احاديث في البخاري، يعني انكاره للرجم الشيخ محمد ابو زهره هو انكار لحديث في البخاري. هو الرجم جه منين غير حديث البخاري؟ انت شفتوا اي حاجه في القران اسمها الرجم؟ طبعا ده شيخ محمد مش انا يعني. المهم، لكن لما اتمسك امرنا من هؤلاء الناحيه الثانيه اللي انتوا عارفينها تراث ولا سلف، فبداوا من السبعينات بقى تطلع الاجابات اللي انتوا هتسمعوها بقى ايه الثلاث اربع حلقات دول او الحلقتين ثلاثه دول، وده مهم جدا. هقول لكم ليه، لانه ده التلقي اللي بيتلقاه العقل العربي حاليا. وانا هجيب لكم مقالات كتب فيديوهات، طبعا انا مش جايب الفيديو عشان نضيع وقتنا او نقعد زي زمان نتندر عليهم والكلام ده، لا لا لا، ده امر جلل، ده دينك
بيهان وبيكسر وبيتم التلاعب بيه وبيصدر للناس باللي انتوا هتسمعوه تقروه معانا في الحلقات دي. فانا مش جايبه عشان احنا فاضيين لهم، عشان ده الخطاب المعاصر اللي بيبني حلين، يا السلفي 100% يا الملحدين 100%، وحقه اللي يسمعوا الكلام ده ومخهم يروح يمين ولا شمال حقه. لان الاجابات بقى دي اللي انا عايز اقول لكم عليها. ليه بقى القوم الناحيه التانية عملوا كده؟ اقول لك، انا زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات، هو بدا يحس انه لا يمكن الحديث يقبل كده. يا جماعه الكلام باين انه يعني هو يعلم انه حديث ضعيف ولم يقله رسول الله، متاكد، لكن هو ما ينفعش يوافق الطيار التاني لحظه كبرا وعدوانا، ولا يهمه اي حاجه غير انه ما يقولش الحق للتانيين. اتنين، انه على رايهم وشفتهم كتير في عاداتهم الخاصه وانا بيقعدوا معايا، يعني يقولك ما افتحش الباب على البخاري، انا ممكن ابقى عارف ان ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط. 20 حديث في 7000، 50 حديث في 7000، 600 حديث في 7000، ولا حاجه، طالما بعيد عن العبادات وبعيد عن المحرمات. لكن انا ما ينفعش اقول انا اتعلمت كده، لازم نلف الكلام وندور، رغم ان الاوائل زي ما قلت لكم ما قالوش ده مزاح ولا اي تكريم ولا اي حاجه، الاوائل كانوا واضحين، لا هم كده وهم داخلين النار فعلا. خلاص، اكتر اهل النار النساء يعني، وقلت لكم ده عشرات الاحاديث في البخاري ومسلم قد ابقى اقولها لكم مره. المهم، فيبتدي بقى يلف اللفه دي. حاجه كمان عايز افكركم بيها، الأربعة انا قلت دليل قوي جدا هيبقى نعيده في اخر المجموعه دي، واللي من الساده الافاضل لو حد حابب من اللي ليهم برامج او كتابات يرد. وعايز اعيد نقطه فيه عشان بدات الحاجات تقول لك ما هي اصل مش كلهم قالوا انها اخر ايه في القران. ده دليل قاطع ان الحديث بتاع ناقصات عقل ودين، اسمعوني، ده حديث ضعيف لم يقله رسول الله. ازاي اسلام؟ قلت، بس هقول تاني التفصيل اكتر. الحديث المفترض ان الرسول كان عيد اضحى او عيد فطر، شك من الصحابي الراوي ده ان كان حدث، خرج على النساء وقال لهم الكلام ده. تم في الحديث الاستشهاد بايه في نظر كثير من السابقين العلماء الأوائل اللي هم شافوا الموضوع لايف كده، قالوا أنها آخر آية أنزلت في القرآن، آية الدين التي في سورة البقرة، الآية قبل 4 آيات من نهاية السورة، تمام؟ 282. فالآية دي نزلت آخر آية في القرآن عند كتير من الأوائل. إذن الرسول توفي في ربيع الأول في أول السنة الهجرية، فكيف وهو حمى شهرين قبلها؟ ازاي خرج عليهم في عيد اضحى اللي هو لسه هيجي بعد 6 شهور، وعيد فطر الاول وبعدين عيد اضحى، وقال لهم الحديث اللي فيه استشهاد بايه اخر انزلت في القران وبعديها الحمى وبعديها الموت؟ حتى هم قالوا توفي بعد نزول هذه الايه ب9 ليال، 9 ليالي مش الشهرين. يعني الايه نزلت ورسول توفي بعد 9 ليالي، ازاي لحق بقى بعديها يعيش سنه ويخرج عليهم يقول لهم أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ يعني إيه؟ استدلالا بالآية اللي ما لحقش الرسول، يعني ربنا يعني ما ينفعش حتى نجوز عليه الرحمة، يعني ما لحقش الرسول يستشهد بيها لأنه توفي بعد 9 ليالي. ده دليل قوي. فالحلوين بقى لطاف الظراف، جماعة الحلوين اللي قاعدين بس الدفاع عن البخاري وحياتهم البخاري مش الدين، بيقولوا لا مش آخر نزلت في القرآن. طيب، العلماء لما اختلفوا الاوائل قالوا هي الاخيره، يعني خلي بالك هو الاختلاف هي اخر حاجه ولا قبلها على طول ولا قبلها على طول، يعني مش مثلا قبلها بسنه ولا باتنين، ما ينفعش يكون جالهم خيال علمي انها نزلت في الاواخر. اخر الايات اللي نزلت الربا، فاذنوا بحرب من الله ورسولي، بحرب من الله ورسولي، والايه دي. فالاختلاف يا حبيبي معناه انه دي كانت قبلها باسبوع، دي بعدها باسبوع، يعني هي برضو اواخر ما انزل في القران في شهر، حتى لو قبل ربيع الاول. المهم انه لم يلحق الرسول للاسف يعني في حياته وانتقل الى الرفيق الاعلى لما قبل ما يجي في رمضان او ذي الحجه في اخر السنه، عشان يبقى ده عيد او ده عيد، فيطلع يصلي فيقول للنساء استشهاد بالايه اللي هي المفروض بقى لها مثلا سنه نزلت. طب هي نزلت وتوفى، توفي الرسول بعدها ب9 ليالي، طب ب20 ليله، طب بشهرين. هي المشكله انه ما فيش بعد الايه عاش للرسول لرمضان ولا ذي الحج، يعني لا شاف عيد اضحى ولا شاف عيد فطر،
او العكس، لا شاف عيد فطر ولا شاف عيد اضحى. يعني الدليل هو هو. يبقى ازاي استشهد بيها الرسول في صلاه الاضحى او صلاه العيد؟ هذا كذب على الرسول. واللي عنده بقى دليل عكس ده يقول. هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. طيب انتوا شفتوا معانا شرحنا، شرحي انا وتصوري للحديث والعيوب اللي قعدنا نقولها اسبوعين، التي لا تجعل من هذا النص قولا ينسب للرسول، ضد القرآن وضد اخلاق الرسول وضد حاجات في الدين وضد العدالة الإنسانية العدالة الإلهية وضد مليون حاجة حتى اللغة. يعني شرحت لكم بقى تمام. وبعدين جبنا التراثيين الاول عشان اقول لكم ان هم ولا واحد في مئات القرون شاف انه هزار. حكاية ان الحديث ده مزاح وهزار ده طلعت في الخمسين سنة الأخيرة، اللي هما بيحبوا يعني إيه القوم التانيين يضحكوا عليكوا. وأنا هوريكوا الخطاب المعاصر من أول حلقة النهاردة، وتعالوا نقرأ على طول. طبعا أنا مش هجيب لك واحد كده، هجيب لك كل أنواع من أكبر الهيئات المختصة، ونشوف تفسير الحديث اللي أنا بقى فسرته أولا تفسيرنا قعد أسبوعين، وبعدين وريتكم تفسير الأوائل، وبعدين وريتكم تفسير الأوائل. فالموضوع بسيط يعني كده محسومة. تعالوا نسمع بقى. طبعا اللي انا بقراه ده هتشوفوها على الشاشه، ولو بس ايه عشان تشوفوا نسبه الكلام الى صاحبه. يعني نبتدي بالكبار. رد مركز الازهر للرصد والفتوى. خلاص تمام. المفروض هو مركز ضد الشبهات بيسموها، قال اللي احنا بنقوله ده شبهه. يعني انت ازاي بتتقول على البخاري يا عم؟ ده في ناس تقولت على الرسول، مش واخد بالك انت؟ المهم بيقول لك ايه بقى. اورد المركز في رده ما جاء بانه في صحيح البخاري انه قال اول ما ارسل الحيض، هو السؤال كان مقسوم اثنين، فهو نفى موضوع الحيض. واكد المركز هو اللي كاتب كده في ردي على هذه الشبهه ان الامام البخاري لم يذكر ان الله لما غضب على نساء بني اسرائيل، ده موضوع مش في البخاري فعلا. خلاص نسمع بقى الجزء الثاني اللي هو رد المركز على الشبهة بقى الحديث في البخاري بقى. يعني الموضوع منتهي. بيقولي بقى أما بالنسبة للجزئية الثانية فالجواب عنها من وجوه. خلي بالكم هو عايز يحل المعضلة. الناس اللي زينا اللي ما بيعجبوش الأزهر خالص بيقولوا حديث خطأ، لم يقوله رسول الله أبدا أبدا، وأنا قدمت أدلة تخص إسلام، ما تخصش الطائر التنويري كله، كل حد من الأساتذة العظماء يمكن له أدلة تانية. والأدلة دي أنا كاتبها على فكرة من 11 سنة. اللي هيكتب ناقصات عقل ودين ويكتب اسمي إسلام بحيرة هيطلع له البحث من 11 سنة. نرجع لموضوع. فالجزئية التانية بقى هو عايز يحل المشكلة إن إحنا ما بنفهمش، وإن الأوائل كمان غلطانين، لأن الأوائل بيقولوا إنه حديث جد جدا وعلى محمله الطبيعي. مش عارف جابوا اللي هما بقى اللي. فهنطلع بقى حل تالت عشان الناس تؤمن أكتر وتقترب اكتر وتصدق اكتر. طب تعال نشوف الناس ايه رد فعلها على الكلام اللي هيتقال ده. بيقول لك ايه بقى ده مركز الازهر للرصد والفتو. بيقول لك حديث ناقصات عقل ودين اخرجه الشيخان، انا قلت لكم الاثنين يعني بخاري ومسلم ويعني متفق عليه، اخرجه الشيخان في صحيحيهما، صحيح البخاري 86 على 1 وصحيح مسلم 68 على 1. واللفظ للبخاري، يعني هو هيقول اللفظ اللي هيقوله دلوقتي ده البخاري، اللي هو الحديث اللي انا قريته لكم في اول الحلقه، لان اللفظين واحد يعتبروا الا فروق بسيطه. بسنده خلاص قال الحديث كله اللي انتم طبعا حافظينه، مش هضيع وقتكم. طيب خلص الحديث، نشوف شرح بقى ايه الاصدقاء الاساتذه الافاضل في مركز الازهر اللي بيرد الشبهات وبيخلي المسلم اقرب للعقل وعدم الالحاد وتصديق العداله الالهيه والعداله الرسوليه سيدنا محمد. بيقول بقى ايه، ليس وصفه للنساء ده النبي يعني بانهن ناقصات عقل ودين اتهاما لهن خالص، مفيش اتهام، وانما هو اخبار عن معنى واقع بالفعل. هايل، ليس فيه اتهام ولا تنقيص، وليس المراد من اللفظ ظاهره تمام،
وإنما المراد به ما وضحه باقي الحديث. يعني هو هي نقصة عقل ونقصة دين، قالك ده واقع بالفعل والمراد مش زي ما انتوا فهمتوه. طب تعال نشوف المراد عند الأساتذة، فبيقولك إيه؟ وإنما المراد به ما وضحه باقي الحديث من أن نقصان العقل يعني شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ونقصان الدين يعني تركها الصلاة والصوم أو الصلاة والصوم حال الحيض. يا سلام، بس ده الشرح بتاع رد الشبهة. يعني انت قلت اللي في الحديث، فيظل الحديث زي ما فهموه الأوائل ابن حجر والنووي ان هي ناقصة فعلا، لان شهادتها اقل من شهادة الرجل في العقل على حسب الأوائل، احنا شرحنا الآية شرح تاني، وان هي ناقصة فعلا من أداء الفروض الدينية كلها طول الشهر. فانت حاجة كده أضفت إيه؟ الشمس بتشرق من الشرق. إيه الإضافة؟ فين تبرئة المعنى من ظاهره؟ ده كلامك ده بيثبت المعنى أكتر، ويثبت في نظرنا أن الحديث ليس صحيحا وليس منسوبا لرسول الله. ثالثا، ده رد الأساتذة، ترك المرأة الحائض للصلاة والصيام، ده شرح بقى للجماعة، ليس فيه إثم عليها باتفاق الفقهاء. أنا قلت لكم ده وإحنا بنقرأ ابن حجر النووي إن هم الحمد لله قالوا إن ما عليهاش ذنب، بل لقد أسقط الله عنها ذلك في وقت حيضها. تمام، رأفة بها عيوني، لأن المرأة طوال مدة حيضها تكون في حالة ضعف واضطراب، لذا خفف الله عنها في هذه المدة، فواجب عليها الالتزام بما أمرها الله. أمرها الله بعدم الصلاة. جميل، إزاي تتوب بعد كده إن هي ناقصة؟ ده اللي احنا بنقوله بقالنا اسبوعين. وتنال الاجر على امتثالها امر الله سبحانه وتعالى. حلو، جميل، بصوا دي. ده رد المركز. بالمناسبه رد المركز كده خلص. والله العظيم، يعني هو غالبا مفيش اي حاجه اتقالت. قال لك اللي جوه الحديث هو جوه الحديث بس، اصل هي معلهاش اثم، معلهاش ذنب يعني. بس تمام، ده اللي عندكم. طب الناس لسه مش مصدقه ان الرسول يقول كده، لانه ده مش عشان ان احنا نستنكف ان يقول ذلك، لا يا فندم، عشان في لا معقوليه دينيه مش بس عقليه للنص. انا شرحتها الاسبوع اللي فات، بس هديكم مثل ابسط خالص. انا اب وعندي 2 ولاد، الاتنين اعز من بعض يعني، قمت انا مدي الواحد 100,000 جنيه ومدي التاني 16,000 جنيه، اي حاجة، المهم المبالغ اقل يعني 50. انا اللي مديله وبقول له ده تمامك، ينفع انا اللي منع عنه اجي اقول له بعد اسبوع يا ناقص المال يا فقير، يا اللي اخوك اغنى منك؟ ابقى انا ايه؟ قولوها انتوا بقى. الناس دول عايزين يبرروا لكم إن الرسول قال على النساء كده تبعا لأمر الله. الله اللي هو عمل إيه بقى يا فندم في نظر الناس دول؟ وناس كتيرة يعني مأمنين بالحديث من قرون، إنه ربنا شاف إن تمام المرأة ده التمام مش نقصان، يعني هي إنسان صلاته 25 يوم، صلاته مش ناقص عن غيره، وصيامه 25 يوم لما يجي رمضان. هو كده معمول كده، وهو اللي عمل ربنا كده، اللي زي ما قلت لكم انا اديت ولادي ده 50 وده 100، انا اللي عامل. وبعدين كمان هو اللي امر بالراحه التامه حتى من الفروض الدينيه في ال5 ايام دول. وانا قلت لكم ده نزيف مخيف، انسان ممكن يموت، المراه ممكن تموت من هذا الحيض، تموت لو زاد عن حده. السؤال، هل من المعقولية الدينية، ليس بس المعقولية المنطقية، إن ربنا يوصف المرأة باللي هو كتبه عليها فيستنقص منها، رسوله يستنقص منها؟ بس ده دليل واحد قلته من 500 دليل، أنا قلت لكم 500 دليل. فالسؤال، أنت يا أساتذة اللي في المركز الزراز، حضرتك كده رديت بإيه؟ ده أنت قلت هو الكلام اللي في الحديث، يعني على الاقل يعمل زي التانيين ويقول انها مزاح وبتاع والحبه دول. تعالوا نقرا رد تاني مهم برضه، ننزل بقى من الازهر شويه
للمفتي، مفتي الديار المصرية. هنقرأ برضه تشوفوها، مستشار المفتي، راجل محترم طبعا فوق راسنا يعني، دكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، يعني كأن المفتي بيتكلم. تمام. أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار أن المرأة دينيا تحاسب كالرجل لأنها مكلفة. أنا مبسوط جدا، إحنا قلنا كده أسبوعين فاتوا إن هي تحاسب زيه، ولو أنها ناقصة دين وعقل بالمعنى الذي يفهمه بعض المتشددين، ملناش دعوة مع إن الأوائل كلهم فهموا كده، لكان الشرع أعطى لها عقوبات ناقصة. عيوني، إحنا برضو من أسبوعين قلتلكوا كده، كان زمانها نقصت في العقوبات لأن عقلها في التكليف أقل، وده يثبت أيضا إن الحديث خاطئ لم يقله رسول الله. ماشي يا دكتور مجدي، قول لنا بقى. وهذا لم يحدث موضحا أن حديث ناقصات عقل ودين، دي بقى إجابة تانية خالص، سكة تانية، جاء لحالات خاصة ولا يجوز فيها التعميم. يقصد به في العقل أن النساء تغلب عاطفتها أكثر من الرجل فتأتي الغيرة التي قد تغلب على العقل حينها، وهذا في مواضع قليلة. الغيرة بتاعت الستات على الرجالة ليها علاقة بشهادة الأموال، وبعدين إيه العاطفة في شهادة الأموال؟ يعني واقفة بتحضر واحد سلف من واحد، إيه العاطفة اللي حضرت؟ غير عقل وتركيز وسمع ومعرفة ودراية بالحسابات بشكل ما. وأضاف إن التفسير الصحيح لمعنى ناقصة الدين هو مرتبط بأنه يعتريها الدورة الشهرية، تعتريها يعني، بس هي مكتوبة غلط، وحتى الشهرية مكتوبة غلط بس مش مشكلة، يعني تعتريها الدورة الشهرية، جميل، وهما يمنعها من أداء، خلي بالك من يمنعها، مع إن ربنا اللي فرض، هي كانت لو عليها ممكن، أنا بشوف ستات كتير جدا عايزة تصلي وعايزة تصوم مش فارقة معاها خلاص، والعبادات التي تحتاج إلى طهارة، بالمناسبة دول ليسوا نجاسة، وافتكروا حديث الرسول لأبو هريرة المؤمن لا ينجس أبدا خلاص، لكن هذا لا يمنعها من الذكر والدعاء. فعليه فحديث ناقصات عقل ودين جاء لحالات ولا يجوز فيها التعميم. ايه الحالات دي؟ كل ست في الدنيا بيجي لها الدورة الشهرية، وايه الحالات اللي في العقل؟ في ايامهم كل ست اغلبهم ما كانش عارفة الحسابات والرياضة، اللي تخبرة مش عقل. مال العاطفة يا جماعة؟ الدكتور الفاضل يا جماعة ايه العاطفة والغيرة والكلام ده جبتوه منين؟ الاوائل ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده خلاص، قارينا كلامه، لو عرفوا ان الحديث ممكن يتفسر انه يا اما مزاح يا اما غيرة، هيقيموا حدود الله، لو الاوائل ارتدوا يعني رجعوا احياء وعرفوا. اما المعاصرين، رد مركز الفتوى سمعتوه، ورد الدكتور مستشار المفتي، يعني ايه الكلام ده؟ العاطفة فين محلها من الاعراب في واحدة بتشهد على الاموال؟ ايه اللي يخليها ناقصة عقل؟ وايه اللي يخلي العاطفة لما تغلب حتى يا سيدي معرفش جبتها منين على اي انسان يبقى ناقص عقل؟ طب ما في رجالة حنينة قوي، ده في رجالة بتقول لها كلمتين تبكي على طول، بيعيط عياط السنين وهو قاعد جنبك عادي، مفيش حاجة، عاطفته عالية جدا كده، عقله نقص. يا جماعة اللي بتعملوه ده مش صح ومش للدين، غلط. ده الخطاب اللي بتتلقوه من أعلى الهيئات وأعلى المناصب الدينية ومصر، يعني الوطن العربي. ركزوا، أنا بجيب لكم الخطاب في الحلقات دي مش للتندر، عشان نعرف إزاي العقل بيودي العقل المسلم الحالي العربي المعاصر يروح للإلحاد يروح للدواعش. هي من كتاب واحد أو من فكرة واحدة. كمل بكرة وشوفكم بكرة.